الاطفال لشمنا شيء نجري على في الثاني. توبنا الحين طعم اولادنا مش حاثمين ولا لاقيين لهم ياكلوا، ياكلوا مش حاثمين من الجبل. هكذا كان المشهد في ساحل غزة. فبعدما لجأ له بعض الغزيين لاصطياد الأسماك وإطعام عوائلهم وسد رمقهم من الجوع الذي يسيطر على القطاع، تفاجأوا بتتبع صواريخ الجيش الإسرائيلي لهم وقصف قوارب كانوا يعتمدون عليها في الصيد، وحولوا رمال البحر إلى سواد ملأه رماد القوارب المحترقة. ما ظلش حاجة أن نبكى عليه، هذا ذكر نتحارون. نطعم أولادنا من وين؟ من وين نطعم أولادنا الحين؟ معاناة الغزيين لا تزال متواصلة، قتل وجوع ودمار وتهجير. عشرات الآلاف يواصلون شق طريقهم نحو الجنوب والنزوح نحو أماكن قال عنها الجيش الإسرائيلي إنها أكثر أماناً بعد قصف وتدمير طال شمال القطاع، لكن هؤلاء النازحين واجهوا أخطاراً لا تقل عن التي تركوها وراءهم، فمنهم أطفال ومصابون قضوا بسبب مشقة الطريق، وآخرون يواجهون صعوبة في إيجاد الطعام والماء، وفوق ذلك بعض من النازحين طالهم القصف الإسرائيلي وتركهم جثثا على قارعة طريق النزوح. وحتى في الجنوب الذي ينزح إليه الغزيون أصبح الوضع كارثيا، مئات العائلات تجلس على جانبي الطريق ويبدو على أفرادها التعب والمرض، وينام أطفال على الأرض بينما يتكئ آخرون على أمهاتهم في انتظار أي بادرة أمل في وقف لإطلاق النار.